جزاكم الله خير. هذا السائل أبو تمام يقول: ما الأثار المترتبة على الصلح بين الناس، ومن هو المؤهل للقيام بهذا العمل الخيري، وهل هم طلبة العلم أم العلماء؟ الله جل وعلا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المصلح الذي يصلح بين الناس له أجر عظيم، وهو صدقة أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا خرجت وأصلحت بين اثنين تكون لك صدقة. والأحاديث والآيات في فضل الإصلاح بين الناس كثيرة، وهذا عمل جليل، ويقوم به الإنسان على حسب استطاعته ومقدرته. نعم.